مشاهدي قناة شوف تي في صباح النور، وكنت واجدوا أمام القلعة الخضراء للفريق العالمي الرجاء البيضاوي، رجاء الشاب، رجاء الفرجة، ورجاء الأساطير، ورجاء الألقاب، ورجاء الأرقام القياسية، حيث يعتبر فريق الرجاء البيضاوي أول فريق في تاريخ البطولة المغربية منذ تأسيسها، أول فريق يصل لهذا العدد من المقابلات بدون انهزام، 29 مقابلة قابلة للارتفاع إن حقق الفوز هناك في مدينة وجدة، وصلوا 30 مقابلة بدون هزيمة. فهذا الشيء ماشي غريب على فريق الرجاء البيضاوي. الألقاب والأرقام هي اللي كتسبع فريق الرجاء البيضاوي. إذا تكلمنا على الأرقام القياسية فحدث ولا حرج، الرجاء البيضاوي أول فريق إفريقي يتأهل لكأس العالم، أول فريق عربي إفريقي يصل لنهائي كأس العالم كبطل للدوري وليس لعصبة الأبطال، هذا غير في البلاد ديالو، وصل لنهائي كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ، أول فريق في إفريقيا يتحصل على عصبة الأبطال في نسختها الجديدة سنة 1997 هنا في مدينة الدار البيضاء. جميع الألقاب ديال فريق الرجاء البيضاوي تحصل عليها من خارج المغرب، كيجيبها من فم السبع، من خارج المغرب كتحصل على الألقاب. كذلك أول فريق إفريقي يتحصل على كأس الكأس الممتازة خارج إفريقيا هناك بقطر أمام الترجي التونسي، والعديد من الألقاب. أول فريق مغربي يتحصل كذلك على 6 بطولات متتالية. المهم بزاف، أكثر الفرق أو أكثر فريق مغربي يصدر لاعبيه خارج الدوري المغربي، وبالضبط يعني كأكثر فريق احترفوا اللاعبين ديالو في اوروبا هما لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. نبداو غير من اللي عاقلين عليهم، من فهمي ومن طلال ومن السفري، من ابو شروان في ليل، من باصير في ديبورتيفو، من روسي في اسكتلندا، من زمامه في اسكتلندا، العديد من العشرات من اللاعبين في الدوري الاوروبي، عاد زيد على ذلك يعني الدوريات الخارجيه. فكيف تبعنا مشاهدي قناه شوف تي في، الجميع ما كانش كيظن ان فريق الرجاء البيضاوي غادي يقدر انه يتزعم البطوله هذه السنه، بالاخص مع المقابلات القويه اللي كان كيجريها فريق الجيش الملكي. الكل كان كيقول يستحيل فريق الرجاء البيضاوي انه ينقض على البطوله، وكان الفرق ديال 4 نقاط، من بعد صبحت نقطه، من بعد صبحت الرجاء، من بعد دوره واحده هي متزعمه الترتيب. هادشي ما غريبش على فريق الرجاء البيضاوي لان معروف عليه السرعه النهائيه، هي هذه اللي عملات هذه الشمس العشيه، ونتمنوا انها تستمر هناك في مدينه وجده، وما يوقعش ما وقع سنه 2014 بمدينة أسفي. سنة 2014 نقدر نقول لكم بأنها من أحسن المواسم الكروية لفريق الرجاء البيضاوي مع المدرب البنزرسي. تقريبا المرحلة ديال الذهاب كانت كارثية، كان آنذاك المدرب فخير، وتمت الإقالة ديالو، من بعد تم التعاقد مع فوز البنزرسي اللي وصل معهم نهائي ديال كأس العالم. من بعد المرحلة ديال الإياب التاريخية اللي صعب جدا أن شي فريق آخر يحققها، كنتكلموا على الفوز في جميع المقابلات أداء ونتيجة وبغزارة في الأهداف. من بعد ما كانوا في الرتبة 11 أصبحوا متزاعمين البطولة، كان يكفيهم فقط ربما تعادل أو الفوز، فإذا فريق الرجاء البيضاوي كينهزم هناك بمدينة أسفي. هذه المقابلة اللي بقات عالقة في دين جميع الرجويين، وأنا مازال عاقل على ديك المقابلة بحكم الانتماء ديالي كرجاوي، فيستحيل أنني ننسى ديك المقابلة لأنها
لان داك الموسم بهذوك اللاعبين صعب جدا انك تقبل فريق رجاء البيضاء وما يفوش في اخر مقابله ديال التتويج. ف هذه كذلك رساله وكنتمناو من اللاعبين القدامى وكذلك الاداري ديال فريق الرجاء البيضاوي يتكلموا مع اللاعبين الحاليين بان نفس السيناريو ديال 2014 يتكرر وغادي يتكرر في مدينه وجده مقابله حاسمه خارج الديار. وجده عندها مقابله سد لان مهدده بالنزول للقسم الثاني. فريق الرجاء البيضاوي بجميع اللاعبين بمدرب صراحة كنتمنى الاستمرار ديالو لان اكيد ان الفرق الخليجية ما غاديش يخليو ترونكيل. الفرق الخليجية اللي غادي يصروا على التعاقد معاه لان مدرب ده احسن تعاقد لفريق الرجاء البيضاوي في هذه السنين هو مع هذا المدرب. مدرب اللي من لاعبين ما غاديش نقول لاعبين سوبر، لاعبين من غير الزروني، الزروني كنقول بان سوبر لان الزروني الكره ديالو كبيره. الانتدابات اللي قاموا بها فريق الرجاء البيضاوي انتدابات مدروسه بالعقل. احسن شيء ما عملوش انه سرحوا بولكسوت واحتفظوا به. فقلت بان المدرب كنتمنى الاستمرار ديالو لان معروف عليه جميع الدوريات ما كيستمرش ما كيفوتش سنه سنتين. فنتمنى على الاقل والرجاء غادي يشارك في عصبة الابطال انه يكون مع فريق الرجاء السنه المقبله لان ما غاديش يخليه السماسر كيتربصوا به. فريق الرجاء البيضاوي فريق مؤسساتي بدون رئيس. الناس اللي كيقولوا بودريقه بودريقه راه غير رئيس، ولكن الرئيس راه ما كاينش، الرئيس راه خارج الديار. فاللي كنقول انا برافو على المكتب، المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي اللي كيشتغل في مؤسسه كل واحد عارف المهام ديالو. وراه صعب جدا ان فريق الرئيس ديالها ما يكونش وتوصل لهاد المرتبه اللي وصلت لها الان. ما كاينش المشاكل، الامور مضبوطه، الامور متحكم فيها. زعامة الترتيب وصلوا ليها، كتفصلهم على التتويج ثلاث نقاط، فوز بمدينه وجده، المصير بين ايدي لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. اذا انا الخوف اللي عندي هو من اللاعبين لان في المقابله ديال طنجه اللاعبين كانوا شاردين، وحتى في المقابله ديال الوداد كانوا يحسموا المقابله ديال الوداد باكثر من هدف لو كان استغلوا الفرص. الموهوب جوج الكرات كان يسجل بهم في الثواني الاولى. المقابله ديال طنجه راه واحد الضغط على اللاعبين راه ما ساهلش، راه حنا غير كنتكلموا من برا، ولكن اللاعبين اللي عايشين في الضغط راه واحد الضغط كبير ديال المقابله ديال وجده. راه خاصهم يلعبوا الكل في الكل، وكذلك ما يتسجل حتى شي هدف باش ما تكونش الصدمه ديال الهزيمه. راه واحد الضغط نفسه اللي عاشوه اللاعبين في 2014 في اسفي. فعلى الاقل يوجدوا اللاعبين باش يشكموا بان الكره دابا الان المصير ديال الرجاء بين يديها. تلعب مزيان وبالعقل وتربح، لان داك التسرع راه هو اللي كيدير المشكل، هو اللي وقع اللاعبين في المقابله ديال طنجه. عارفين الجيش رابحه خاصهم تاهما يربحوا، داك التسرع في صافي الدماغ ديالك كيوقف، كتبقاش تفكر بالعقل. هذاك التسرع اللي ما بغيناش، غير بشويه شي تجي غير بيلانتي تجي في دقيقه 92، المهم غير بشويه وربي غادي يسر فيها الامور ان شاء الله. كيف تيسرات في المقابله ديال الديربي ضربة خطأ صحيحة عكس من يقول بأن ضربة خطأ غير صحيحة. لا، بويا عمر قاس اللاعب الجزائري في صفوف الرجاء مشات ليا السمية ديالو، قاسو في الرجل هو اللي جرو كوفرة باينة، غالي عور ما كيشوفش مزيان أو ما باغيش يشوف أو ما قادرش يشوف. ضربة خطأ صحيحة 100% في دقيقة 92. راه اللي كيقول ضربة خطأ ما كايناش وهمية، هادوك راه نتوما عارفين شنو كاين. أما الكفرة كاينة والحكم دار مقابلة كبيرة. صحيح بأن الصافرة كانت كثيرة، ولكن الصافرة اللي كانت على فريق الرجاء البيضاوي بالأخص، لان فريق الرجاء البيضاوي كان اكثر احتكار للكره
اكثر عدد من المحاولات لولا اللاعبين اللي كانوا كيتسرعوا فكانت النتيجه تقدر تكون اكثر من 1-0. اما الهدف يا سلام ادم نفاتي، وكذلك ضربه الخطا اللي غادي نعاود نقول بانها صحيحه 100%، عكس بعض الناس كيقولوا لا استشروا مع بعض الحكام وقالوا لهم بانها خياليه ضربه خطا. ضربه خطا صحيحه لان اللاعب قاس الرجل ديال لاعب الرجاء. هذا ما كان مشاهدي قناه شوف تي في. ابو زق محمد ادريس ضربه خطا صحيحه. دابا كاين شي واحد للاسف من المؤثرين، من المؤثرين معروفين ما غاديش نجبدوا الاسم ديالهم. قريت في واحد البيبليكاسيون ديالو قال بان استشار مع العديد من الحكام داخل ارض وطن وخارج ارض وطن، وقالوا لي بان ديك ضربه خطا غير شرعيه غير قانونيه غير صحيحه، ربما عندهم نقص في الشوف او ربما عندهم انتماء اخر، ولكن ضربه خطا كاينه مليار في المية. ورجعوا بالعرض البطيء، بويا عمر قاس لاعب بوزوق بالرجل ديالو، جر لي الرجل ديالو، صافي سالت الهضره. الديربي فاز بفريق الرجاء البيضاوي، البطوله كتزعم فريق الرجاء البيضاوي، لان هذه المقابله ديال الديربي راه كان قبل منها مشاكل كبيره. راه تخيلوا بان جوج ديال الاحزاب، جوج الاحزاب يعني كنتكلموا على السياسه اللي دخلت في الرياضه، جوج الاحزاب تواصلوا مع العامل ديال مدينه تطوان باش يستقبلوا في تطوان بالجماهير ديال الجيش الملكي، مع العلم ان كان القرار ديال منع التنقل ديال الجيش الملكي للجماهير. فتخيلوا بان سياسيين يعني حزب، ما نقول سياسه نقول حزب، حزب سياسي راسل جوج ديال الاحزاب السياسيين راسلوا السلطات المحليه ديال مدينه تطوان، وزيد 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 وزيد. وفريق الرجاء البيضاوي في مدينه برشيد لعب بدون جماهير. الرجاء هادشي اللي داروا لهاد السنه او اللي كتعيشوا هذه السنوات، فربما لو كان شي فريق اخر نقدروا نلقاو في القسم الثاني، ولكن حيت سميتها الرجاء فتا حاجه ما كتسمى صعيبه. والرجاء فريق ديال ديال النهار الكبير تعول عليه، الاول كنعولوا على اليوم ديال المقابله ديال وجده ان شاء الله. نتمنوا انهم يكونوا حاضرين بدنيا وذهنيا وبالاخص ذهنيا، ويفوزوا بالمقابله ويكونوا اللاعبين ديال الهجوم في الموعد. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. حسن الفاقر قال لك المغودي رجل معقول وعنده الجرأه. المغودي عزيز وغالي، عنده الجرأه صحيح كيتكلم، ولكن لا اشاطر الراي فيما قال بخصوص الحكام اللي قالوا بان ضربه خطا وهميه. لا، ضربه خطا صحيحه، وكذلك الحكم الموجه قال بان ضربه الخطا اللي جمنا الهدف ديال فريق الرجاء البيضاوي صحيحه. اذا هناك حكام ربما ما عرفش انا كيفاش كيشوفوا، وكل واحد الشوفه ديالو، كاين اللي ما باغيش يشوف، كاين اللي شافه ولكن ما خاصوش يتيقها وما خاصوش يطبقها. المهم تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك. واحد سميتو يوسف بزيم قال لك كنا نصحابو صحفي الساعه غير مرقاوي. اها زيد انا كنقول اخويا داكشي اللي كاين، الرجاء تتزعم البطوله، قول انت اللي عجبك. الرجاء فاز في الديربي، قول انت اللي عجبك، وهذا ما كان. تبارك الله عليكم.